السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة وصفات مع أم شعيب. نتمنى تكونوا كلكم بخير إن شاء الله وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نوجد معكم واحد نوعين من الحلقومة، وصفة جزائرية عطتني واحد الأخت الله يجازيها بخير، كتجي روعة. ندير مذاقين مختلفين، كما نقولوا غنضربوا عصفورين بحجر واحد. ديال غادي نديرو حلقومة بنكهة الحامض والحلقوم بنكهة البرتقال كما يقولوا الجزائريين. مهم، غادي نحتاجو هنايا الحامض، غادي نعصروه نص كاس. فشحال ما استهلكوا لكم جوج ولا ثلاثة ديال الحامضات، مهم خصنا نص كاس ديال الحامض بدون بلا داك اللب ديالو، نصفيوه. هذه الحلقومة، ونحتاجو جوج كيسان كل واحد فيهم 200 غرام من سكر سنيدة، يعني 400 غرام، وكاس ديال الماء، و50 غرام من جيلاتين بودرة. تقدروا تعوضوهم بلي فوي، مهم عبروهم الوزن ديال 50 غرام وصافي. المهم غادي نديرو، نجيبو هنايا واحد الكاسرول ولا غير شي بول، ما غاديش يطيب هذه المرحلة. غادي نديرو 50 غرام ديال الجيلاتين، والحامض غادي نضيفو له باش يجي اللون اكثر باين، غنضيفوا له الملون اصفر. وإلا كانت عندكم النكهه ديال الحامض ضيفوها، من الاحسن لحقاش ما جاتش في هذاك لوغو حاضر ديال الحامض. وغادي نضيفوها لهذاك الجيلاتين ونخليوها نحركو مليح، ونخليوه هي حتى يشرب، حتى تولي لنا داك الجيلاتين كامل يشرب داك داك لو جو، ما يبقاش كاع الاثر ديال الماء. صافي نحركو مليح ونخليوه جانبا ونمشيو نوجدو السيرو. هنا البنات كاين الحلقومه، كاين ثلاثه ديال الانواع ديال الحلقومه، كاينه ديال لابيكتين ونتاع لاغاراغار، وكاين حلقومه ديال الجيلاتين. وهذه هي الحلقومه ديال الجيلاتين اللي نوجد معكم، وهي ارخص نوع من الحلقومه اللي كتباع هكا في المحلات فيها الربح زعما، وسهله ما فيهاش بزاف المراحل، ما تاخذش الوقت بزاف. ونوجدوها للوليدات احسن ما نشرو لهم دوك الحلوه ديال الجيلاتين ما نعرفوش كاع شنو فيها واش حلال واش ماشي حلال، نوجدوها لهم بيدينا، واخا ماشي دائما مره بعدا الواحد يتشهاها. المهم هنايا نجيبو كاسرول باش نوجدو السيرو. عندنا جوج كيسان ديال السكر كما قلت لكم 400 غرام، وكاس من الماء العبار بنفس الكاس، وغادي نردوه على النار يغلى. مهم سيرو اون فوا يغلى واحد جوج دقائق ولا تمشي له ديك الكشكوشه اللي الفوق، صافي نحيدوه على النار. كما تشوفوا راه بدا يغلى، صافي غير تطلع ديك الكشكوشه يتبخ واحد جوج دقائق وصافي نطفو عليه. صافي هنايا هذاك الجيلاتين ديالنا ها هو شرب كاع سيترون كما شفتوا، ها هو تجي بحال العجينه، صافي ما يبقاش كاع داك الحامض سائل. غادي نضيفو على داك السيرو اللي وجدنا، يكون عاده سخون، غادي نحركو مليح حتى ندوبوه فيه، صافي باش يبقى لنا غير خليط واحد، ما يكونوش ما يبقاش باين لنا كاع الجيلاتين الكويرات ديالو. وغادي نخلطوه مليح ونرجعوه للنار اون فوا يغلى واحد الغليه، صافي بحال يجي طالع هكاك فايت، صافي نطفيو عليه وتكون الحلقومه ديالنا واجده. ونا صافي نمشيو نوجدو عاوتاني الحلقوم بمذاق البرتقال. ونحاولوا نحركوها هكا على النار، نحاولوا نحركوها مليح باش تقلناش في التحت في الكاع ديال الكاسرونه. نستناو عليها غير تطلع هكا بحال اللي تجي فايضه بحال الحليب، نقلعوها صافي صافي نطفو عليها. صافي
على هانتوما تشوفوا راه بدات تغلى. صافي هي طلعت، صافي نقلعوها على النار ونخليوها تدفى غير واحد شويه ونكبوها في ليمول. ليمول على حسب الرغبه، الا كان عندكم ديال سيليكون كان احسن يجيو ساهلين باش يدي مولاو. انا ما عنديش صغار ديال سيليكون، درت هادو ديال الحديد. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت باش ما يلصقوناش في الكاع، يعذبونا شويه. هي كي تنشف تحيد زعما، واخا حتى كيما درنا لها ما تحيد. ومهم انا غادي عندي هاد الليمول ديال الحديد، وشي الاخر اللي بقى غنديرو هكا في هاد البواطات هكا جايين طوال. نتوما الشكل اللي بغيتو تقدروا ديروها في صينيه مربعه، ولا مهم في التالي في الاخير غادي تقص. بصح الا كان هاد الشكيلات ديال السيليكون يجيو حسن، يجيو منظر زوين وهكا فرديين بلا ما نقطعوهم، يجي شكل واحد. صافي غادي نبداو نكبو هكا في الليمول ونخليوها تبرد غير هكا في المطبخ حتى تشد راسها واحد شويه، وندخلوهم الثلاجه حتى تيتماسكو. كل مره نفقدوها تقريبا شي ساعتين ولا تكون واجده. فوالا، وداكشي اللي بقى لي غنكبو في هذوك الليمون اللي قلت لكم. صافي غادي نخليهم هكا يشدو راسهم شويه وندخلهم الثلاجه يبردو ونكملو لهم مراحل. دروك نمشيو نديرو الحلقوم بنكهه البرتقال تقريبا نفس الطريقه، مبدلين غير في شي ديتاي هكا صغيرين وصافي. فوالا، هنايا جبت نص كاس ديال التشين، بصح طحنتو به باللب ديالو ما صفيتوش، ماشي كيما السيترون. وهنايا بغيت ندير شويه ديال النكهه الحمراء غير باش يعطينا اللون، باش نبدلو شويه على الصفر. غادي مهم نفس الطريقه، درنا كولورون مع لو جو ونزيدو عليه جيلاتين حتى يشرب كيما الطريقه الاولى ديال الحامض. نحركوه مليح، خليوه جانبا ونوجدو السيرو عاوتاني بنفس العبار. 400 غرام من السكر وكاس ديال الماء. وهنايا انا وجدت هنا شويه ديال القوقعه وبغيت نزينه من بعد مور ما نوجدوا الحلقوم. يبقى اختياري، هذه تبغيتو ديروا اي نوع من المكسرات ديروها. صافي هنايا مهم سيرو، راني بلا ما نصور لكم درت نفس الطريقه كي غلا. صافي وغادي نكب هكذا هذاك لو جو ديال نتاع العصير تاع التشين على سيرو، تشرب شربوا داك الجيلاتين كامل تنفخ. ونفس الطريقه نخلطو مليح ونولي نردو على النار يغلى غلية وصافي. هو واجد، انا غندير في هذا المول ديال هكذا كاري كيما قلت لكم، مول على حسب اللي بغيتو، حتى اللي تقطعوه على الشكل اللي بغيتو، كاري ولا مستطيل ولا السمك، عاوتاني نتوما تحكموا فيه. داكشي اللي عندكم في الدار تقدروا ديروه. صافي هيا هنايا غلات، حيدتها على النار نحركوها هكا غير واحد شويه باش غير تدفى لنا ما تبردش كاع. والمول هنا راني دهنته بالزيت عاوتاني باش ما يلصقليش فيه الحلقوم عفوا. غادي نكب شويه ديال السكر غلاس. الفرق ما بين الحلقومه والحلقوم هو انه الحلقومه غادي نصفيوها، نصفيو لو جو اللي غنديرو به
وفي الاخير نديروها بسكر سنيدة. والحلقوم غادي نخليوه بلو بولبل ديالو ونديرو له سكر غلاسي، سكر الرطب. غادي نغطيو هكا كاع القاعه ديال المول ونفرغوا فيه الخليط اللي وجدنا، ونضيفوا هذاك قوقاو انا اللي وجدت. المهم نتوما اللي بغيتو ديروا اللوز، ديروا بيستاش اللي بغيتو، باش من نقطعوها هكا لداخل يجيو دوك المكسرات لداخل يعطيهم واحد القرمشه تجي زوينه. هكذا نوزع بارتو باش يجيني كاع في الخليط في الجناب في الوسط، وصافي نحاول هكا نغطسهم لداخل باش ما يبقاش غير طالعين غير الفوق، ونخليها حتى هي تبرد هكا في الكوزينه شويه، ومن بعد ندخلها الثلاجه تتجمد ان شاء الله. ها هي الحلقومه ديالنا، صافي تماسكت مليح. تقريبا قلت لكم جوج سوايع ولا ثلاثه في الثلاجه تكون كافيه. صافي غادي نبدا نديمو ليهم. هنايا وجدت في واحد صينيه كما قلت لكم سكر سنيده. الا كان عندكم ليمول ديال السيليكون ساهله غير تقلبوهم في سايد قلعو، بصح حتى هكا ما يضيعوش، غير نتعافر معهم شويه. صافي معدناهم بالزيت راهم يبقاو لاصقين في الطرايف، وصافي صافي نحيدوهم هكذا ونغطسوهم في سكر سنيده نمرغدوهم مليح. فوالا شتو الشكل ديالهم، يجي زوين شيك. فوالا بحال هكا مرغدها بارتو، شتو الشكل ديالها، يجي رائع صراحه. وحتى الاخرين بنفس الطريقه، غادي نديرها في السكر هكا بارتو ونقطعها الحجم اللي بغيت، هكا مربعات ولا مستطيلات اللي بغيتو. ما تخافوش منها، راه ما يتخسر الشكل ما حتى شي حاجه، كما شفتوا مطاطيه كما درتي لها تبعك. وصافي هذا الشكل ديال الحلقومه ديالنا ديال الحامض. انا تماسك الاخرى نتاع البرتقال الحلقوم ونوريكم الشكل ديالها حتى هي. ها انتم تشوفوا الشكل، مطاطيه بزاف ولذيذه، حلوه، احسن من اللي نشروهم برا، صايبوهم لوليداتنا في الدار احسن. وها هي الحلقوم ديالنا حتى هي تماسكت. صافي غادي نحاول نديمو ليها هكذا من المول، كي شفتوا كيفاش تلصق قوام رائع صراحة تاع الحلوة. غادي ندير عليها هكا سكر كلاصي من الفوق، نلبسها كاملة بسكر كلاصي ونبدا نقطع فيها الشكل اللي بغيت. ندير لها عاوتاني من التحت، هذاك اللي درناه في الاول راه شربات وكل شيء. المهم هي خاصها تلبس بارتو باش ما تبقاش تلصق. وصافي نقطعوها الشكل اللي بغينا كما قلت لكم. وها هي الحلقومه ديالنا واجده، والحلقوم حتى هو شكل رائع ومذاق اروع. نتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم، وشكرا على المتابعه. الى فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.